مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله دائما أجواء مغشاة إلى غائمة نحو مناطق الجنوب الغربي، احتمال لأمطار ضعيفة ومحلية. الأجواء ستكون رعدية ابتداء من الظهيرة نحو الهضاب الوسطى والغربية، مع احتمال بعض الزخات من الأمطار الرعدية الضعيفة نحو سواحل. الأجواء ستكون مشمسة إلى مغشاة جزئيا، لكن بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر تقريبا نفس الأجواء بمنطقة الأوراس، في انتظار أن تلتحق إليها الخلايا الرعدية خلال الليل. أجواء مشمسة تماما من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 5 إلى 8 درجات على الهضاب العليا، المناطق الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية، بينما ترتفع بغليزان ووهران مقاييس بين 11 إلى 12 درجة. بالمناطق الجنوبية ستقارب الحرارة 8 درجات فقط خلال ليلة اليوم بغرداية، 9 بالجنوب الشرقي، 10 درجات ببشار وتمن راس، ترتفع إلى 14 بالصحراء الوسطى و17 نحو أقصى الجنوب. أما عن الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تعرف بعض التراجع نحو السواحل الوسطى، 18 درجة منتظرة بالعاصمة، 19 بتيزي وزو، ببجاية وعنبة، 22 درجة بوهران، 23 درجة بغليزان وتلمسان، بالبيض لن تتعدى 17 درجة، في حدود 22 درجة بباتنا، 25 درجة منتظرة بشمال الصحراء، 21 درجة ببشار، 26 درجة بإنسلاح، ترتفع بأقصى الجنوب لتقارب 32 درجة. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة غربا. أما بسواحل الوسطى والشرقية ستصبح معتدلة خلال الظهيرة ضمن تيارات غربية.